ومن الفوائد أنه قال هنا وارزق أهله من الثمرات. الثمرات جمع ثمرة. ما الذي بعدها؟ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. طيب، كلمة الأهل عامة تشمل كل من كان في ذلك الموطن من مسلم ومن كافر، لكن خصص هنا أهل الإيمان. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني ذلكم الرزق لمن؟ للمؤمنين. وهذا يسمى من آمن منهم من هنا بدل، بدل بعض من كل، يراد منه التخصيص، يعني ليس لجميع الأهل، وإنما خصص هنا أهل الإيمان. وهنا فائدة، وهو أن بدل البعض من الكل يفيد التخصيص.